طيب شيخنا، أسأل عن صلة الأرحام ويعني التواصل مع الناس. أصبح الآن عندما تتواصل مع أرحامك تجلس جلسة مدة نصف ساعة تجد فيها الغيبة والنميمة والشتائم، يعني يكاد الواحد مننا لا يستطيع. أسئلتك غريبة شوية مكررة. على العموم إذا وجدت منكرا إن استطعت أن تغيره بيدك غيرته، عجزت فبلسانك، عجزت فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. السلام عليكم.